ستستمر حتى موعد المباراة النهائية التي منتظر بأن تقام في الشهر القادم لمعرفة الفريق الذي سيصادف أو سيكون مع السد ممثلا لكرة القدم الآسيوية على مستوى بطولة كأس العالم للأندية. نشاهد رازفان لوتشيسكو او يندمج الجيش مع نادي الاتحاد او مع نادي الاخوه اللي يشكل فريق محاوله خطيره لمصلحه نادي الهلال في منطقه الجزاء. ملعوبه المحاوله اماميه خطيره جدا لمصلحه جوميز يسدد الى خارج ارضيه الملعب كره بيبا ذنبي جوميز التسديده من خارج منطقه نادي الوحده تعود في الجانب المقابل خطيره في منطقه الجزاء كره في منطقه الجزاء بالنسبة للاعب اللي هو جوميز الذي يسجل اليوم هدفه الثامن في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا وبالتالي يعلن عن التعادل بطاقة صفراء تظهر على عبد انطلاقة في الجهة اليمنى الآن محاولة لمصلحة سعيد
حراسه مرمى عندك من خلال مواجهات الزعيم السداوي مع نادي الهلال. كره محاوله في جهه اليمنى لحسن الهيدوس داخل منطقه الجزاء خطيره تاتي محاوله لمصلحه نادي السد الان ملعوبه في الجانب المقابل خطيره تاتي تسديد الكره عن طريق حسن الهيدوس لمصلحه نادي السد الان ملعوبه عرضيه داخل منطقه الجزاء وصلت الى اكرم خطيره جدا لمصلحة الهلال الرأسية تأتي خطيرة علي البلاهي علي البلاهي يسجل الثاني الآن ويتقدم الزعيم الهلالي بثاني أهداف في اللقاء خط آخر لكن هذه المرة يستغل البلاهي هذه الكرة هذه الكرة يا سلام ملعوبة من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء في دائرة المنتصف وصافرة حكم المباراة الدولية العمانية أحمد الكاف تعلن نهاية 11 شوط المباراة الأول ويوم بالإضافة إلى أبو علام كقلبي دفاع في الجهة اليسرى هنالك سالم الهاجري محاولة هلالية وتسديدة من كاريو ملعوبة في داخل منطقة الجزاء خطيرة خطيرة وصلت إلى جوميز تسديدة تأتي لكن كرة سلمان أمامية ملعوبة على مشارك منطقة الجزاء وصلت إلى ياسر الشهراني ياسر عرضية إلى جوبيكو جوبيكو يسدد يبدأ شوط المباراة الثانية أيضا بشكل جيد التقدم يأتي الدخول إلى منطقة الجزاء والعرضية في الكرة الماضية والبديل الأول هو محمد الشلهوب لمسة من أكرم إلى حسن انطلاقة في جهة اليمنى حسن يسدد من أجل استعادة ذكريات مباراة النصر في جهة اليسرى الآن أمامية تأتي تمريرة وصلت إلى ياسر الشهراني عرضية داخل منطقة الجزاء من جديد جوميز مرة أخرى بمكنبي جوميز يسجل الهدف الثالث للهلال ويضع قدما في نهائي آسيا يضع قدما في نهائي آسيا اللاعب اللي هو تياغو نيفيس سجل البرازيلي هدفا في تلك المواجهه التي انتهت بكراسي كره بمحاوله راسيه افضل من انك تنقل لاعب يلعب في مركز الخطوره المحاوله الان في منطقه الجزاء ملعوبه خطيره الكره الماضيه لكن تصطدم تحولت الى خط مرتده وصلت الى كاريو 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 على مشارف في المنطقه يسدد الى خارج ارضيه الملعب ركله على جوميز وكاريو كره بمحاوله وتسديده خطيره جدا لكن ساعد في المكان المناسب هذه الاهلي اليوم مسجل هدفين ايضا يصل الى تسعه خطيره محاوله الشلهوب رجل التاريخ رجل الارقام الرجل الثابت في مسيره كره القدم السعوديه رجل الانجاز محمد الشلهوب وبطريقته المعهوده بطريقه الكبار بالقدم اليسرى الله يا محمد الله كبيرة في حق السد كبيرة يمتلك 199 هدف في دوري أبطال آسيا بحاجة إلى هدف واحد فقط الأمور التسديدة تأتي إلى خارج أرضية الملعب السد بحاجة مثلا فيما لو أراد التأهل أن ينتصر 4-0 مباراة صعبة صعبة يبحث عن التقدم كرة ملعوبة الآن لكن أيضا تغطية لا زالت مستمرة لا زالت مستمرة تسديدة تأتي من معلوم المعيوف يتصدى عبد الله المعيوف ردت فعل هدف اخر كما لو كان ممكن 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 عرضيه في منطقه الجزاء ملعوبه المحاوله السهله عبد الله المعيوف ومن خلال اهداف في هذا اللقاء والبحث عن الخامس الان كره داخل منطقه الجزاء تسديده تاتي واخر محاولات نادي السد هنا في هذه المواجهه نعم صافره النهايه يطلقها احمد الكاف يعلن من خلالها نهايه احداث المواجهه بانتصار للهلال كبير جدا تشافي وتحيه لوتشيسكو الذي نجح في ان يتفوق في مباراه اليوم وباربعه اهداف مقابل هدف تضع نادي الهلال بقدم ونصف في المباراه